نروح لموضوع تاني مع حضراتكم. واحدة كده من المبادرات والأنشطة المهمة جدا في عيد الأضحى المبارك قام بيها الهلال الأحمر المصري من خلال نشر فرق للاستجابة للطوارئ داخل ساحات المساجد والتجمعات والميادين وكمان المقاصد السياحية، من خلال عدد كبير جدا من متطوعي الهلال الأحمر على مستوى الجمهورية، إلى جانب تنفيذ خطة لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الفلسطينيين وممارسة عدد من أنشطة الترفيه والدعم النفسي ليهم خلال أيام العيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة مع دكتورة أمال إمام، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري. صباح الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير دكتور محمد، وصباح الخير على كل المشاهدين وأيضا على جميع المحتفلين بأعياد الأضحى. يعني جهد يستحق التقدير والإشادة، وحابين كده في البداية نسأل حضرتك يعني إيه هي خطط التدخل السريع في العيد وكمان عدد المتطوعين اللي شاركوا في هذه المبادرة؟ تمام. الحقيقة إنه الهلال الأحمر المصري بصفته جهاز مساعد للسلطات العامة في أوقات السلم وأيضا في أوقات الأزمات، دائما بيضع خطة للانتشار من خلال متطوعين متواجدين في كل فروع ومحافظات الجمهورية، بهدف أنه يكون في وسط التجمعات وأيضا تقديم خدمات من شأنها الدعم النفسي للفئات التي من الممكن أنها تكون يعني الاحتفال عندها بيواجه مشكلة، زي بالضبط هذا العام الأطفال الفلسطينيين. الحقيقة أنه معالي وزير التضامن الاجتماعي دكتور نجيب القداش بصفتها أيضا نائب رئيس الهلال الأحمر المصري وجهت قبل العيد وضع خطة كاملة للطوارئ وأيضا التعامل في وسط التجمعات اللي بيكون متواجد فيها أعداد من المحتفلين، وعليه كانت بداية الخطة تواجد من خلال متطوعين في أكثر من 25 محافظة من إجمالي محافظات الجمهورية أمام أو في الساحات اللي بتواجد فيها أعداد كبيرة من المصلين. على سبيل المثال في القاهرة كنا متواجدين عند مسجد عمرو بن العاص وغيرها من الجوامع الكبرى أو المساجد الكبرى. بيكون دور المتطوعين هو التواجد بتقديم الإسعافات الأولية، خاصة إنه متطوعين بيتحركوا في وسط الحشود، فبالتالي بيكون الأمور سهل إنهم بيخشوا في وسط الجامع، بيكونوا موجودين حوالين الساحات، أيضا بيكون معاهم سيارات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة، ومعاهم أيضا معدات بتسمح لهم بتقديم التدخلات السريعة والممكنة في وسط التجمعات. طيب دكتورة أمال، كمان يعني مهم جدا الجانب الخاص بدعم إخواتنا الفلسطينيين في العيد وتوزيع وجبات ساخنة في شمال سيناء تحديدا على عدد كبير جدا من أهلنا الفلسطينيين. عايزين نتكلم أكتر على هذا الجانب وما تم تقديمه حتى الآن. صحيح. الحقيقة إنه الهلال الأحمر المصري من بداية أزمة غزة والهلال متواجد ومتطوعين متواجدين في شمال سيناء بيوجهوا الخدمات إلى الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين للعلاج أو المرافقين أيضا اللي بيكونوا متواجدين معاهم في أماكن الاستشفاء. وعليه تم تفعيل مركز الإمداد الغذائي اللي بيحتوي على المطبخ الإنساني لتقديم وجبات سخنة تحتوي على يعني كميات من اللحوم وأيضا من الوجبات اللي بتكون متناسبة مع طقس العيد، وتوجيهها إلى كافة الإخوة المتواجدين في شمال سيناء، وأيضا تقديم بعض من خدمات الدعم النفسي للمقيمين أيضا منهم في أماكن الاستشفاء بالقاهرة. والحقيقة كان تقديم الخدمات من خلال تواجد المتطوعين ببعض من الألعاب بالحلوى، وأيضا في تقديم بعض الأنشطة الترفيهية لهم اللي ترفع أيضا من الحالة النفسية لهم في هذا الظرف الصعب. طب كمان في دعم للأطفال في دور الرعاية، توزيع طرود غذائية جافة، أنشطة أخرى كمان مختلفة حابين نتعرف عليها من حضرتك. الحقيقة كمان إنه الهلال الأحمر المصري زي ما هو معني جدا بالأزمات، إلا إنه عدد كبير من فروع الهلال الأحمر المصري لديها يعني نقول مراكز اجتماعية، واحدة منها هي فرع الأليوبية اللي ليه يعني لديه دار رعاية أبناء. والحقيقة إنه الهلال الأحمر المصري يعني نقدر نقول هو نظم رحلة ترفيهية اجتماعية ليهم لهؤلاء الأطفال فاقدي الرعاية والأيتام إلى واحدة من المناطق الترفيهية الكبرى الموجودة في القاهرة، وأيضا كان بتواجد معهم المتطوعين بهدف رفع من حالتهم المعنوية في هذا
في هذه المناسبة. وحين ده يعني جزء بسيط مما يقدمه الهلال الأحمر المصري في كل الأوقات. يعني لو احنا تابعنا أشكال التدخلات هنلاقي إلى جانب التواجد في المتنزهات وأيضا التواجد على الشواطئ، خاصة أنه عدد كبير من المحتفلين توجهوا إلى الشواطئ، فإن المتطوعين متواجدين أيضا ضمن حملة اسمها صيف آمن احنا بنقدمها خلال الصيف علشان نقول زي الإسعافات الأولية، زي ما وصلش معانا الأمر إلى لا قدر الله ضربات شمس وهي واحدة من أخطر الإصابات اللي ممكن نصاب بها في هذا الطقس الحار. أيضا هنلاقي أن المتطوعين متواجدين في الأماكن اللي احنا عارفين فعلا أنه فيها أطفال أو فيها بعض الفئات اللي بتحتاج إلى دعمين. توزيع السلال الغذائية الجافة هو واحد من الأنشطة أيضا اللي احنا دائما بنتوجه بيها في مثل هذه الظروف عشان نضمن أنه ما فيش أسرة احنا قادرين نوصل لها ومعانا ليها شيء نقدر نقدمه إلا ويكون معاهم ما يكفي حاجتهم على الأقل أثناء أسبوع العيد، وبالتالي ده يكون شكل من أشكال الدعم الكريم لهذه الأسرة. حقيقة كل التحية دكتورة أمال للمتطوعين، يعني احنا ما شاء الله بيضربوا كده مثال لثقافة التطوع المجتمع المصري محتاجها جدا. كلمينا عن دور بقى الشباب والشابات المتطوعين في هذا العمل، عددهم. الحقيقة ان احنا بنفخر بان احنا لدينا بشكل سنوي 30 ألف وأكثر من المتطوعين النظاميين داخل الأحمر المصري. معظمهم 80% منهم من الشباب، سن لا يزيد عن 35 سنة. كلهم الحقيقة اللي بيتركوا أسرهم في ليلة ممكن تكون من الليالي اللي الجميع بيحرص أن يكون موجود على الأسرة. الشباب بيعتبروا أن الهلال الأحمر المصري هو أسرتهم، وبيعتبروا أنه تواجدهم لتقديم الخدمات الإنسانية بهذا الشكل في هذه الظروف هو دافع وحافز ليهم هم شخصيا معنويا قبل ما يكون هو اداء واجب. فالحقيقه ان احنا بنفخر ان احنا عندنا هذه النوعيه من المتطوعين اللي فعلا بيرفعوا مبدا الانسانيه كمبدا كبير في عملهم مش بس التطوعيه، وهو ده اللي بيخليهم يطلعوا في الفجر في ليله صلاه العيد علشان يكونوا موجودين مع زملائهم في تامين صحاب، او انهم يطلعوا في ايام العيد علشان يكونوا متواجدين مع اطفال ما هماش اطفال عائلاتهم علشان يقدموا لهم الدعم النفسي ويكونوا معاهم في اماكن الترفيه وغيرها وغيرها. الحقيقه من الامثله زي بالظبط المتطوعين كمان المتواجدين 24/7 يعني على مدار الاسبوع في غرفه عمليات الطوارئ اللي بتعمل في كافه الاوقات لتلقي البلاغات ومتابعه التنفيذ. كلهم الحقيقه متطوعين. احنا من خلالكم بنقدم لهم الشكر وندعو المزيد من المشاهدين انهم يكونوا ضمن هذه المنظومه. وده مش غريب ابدا على الشباب المصري وثقافه التطوع الموجوده عندنا، يعني كل التحيه والشكر والتقدير ليهم فردا فردا وكل شاب وشابه متطوعه. عايز اسال حضرتك سريعا في اقل من دقيقه، يعني فرصه ان حضرتك معانا على الهوا، الخطط المستقبليه بقى للهلال الاحمر المصري الفتره اللي جايه سريعا. الحقيقه انه الهلال الاحمر المصري دائما له خطط تعني بالاستعداد للازمات والكوارث، وهنلاقي انه اهمها هو تدريب عدد كبير من المجتمعات وايضا من الفئات على انها تكون مدربه على الحد من مخاطر الكوارث وبالتالي الاسعافات الاوليه ونشرها، كمان الاستعدادات الخاصه بالصيف والاهم فيها هو التواجد زي ما قلنا في المناطق اللي يعني متوقع ان يكون فيها تجمعات. طبعا احنا مستمرين في الدعم لأشقائنا في فلسطين، وبالتالي مازال دورنا في رفع كفاءة الهلال الأحمر المصري في تلقي وإدارة المساعدات الإنسانية وأيضا إدخالها إلى القطاع. كل ما له علاقة بالدعم أيضا مازلنا متواجدين في هذه اللحظة، وأنا بكلم حضرتك معنا متطوعين على الحدود المصرية السودانية منذ اندلاع الأزمة في السودان في 17 إبريل الماضي. عظيم. فبالتالي إحنا بنستمر في جهودنا أن نكون دائما وجهة مصرية مشرفة للدولة المصرية في الأزمات والكوارث من خلال المتطوعين. كل الشكر والتحية والتقدير لكل العاملين بالهلال الأحمر المصري ولحضرتك القائم بأعمال المدير التنفيذي للهلال الأحمر دكتورة أمال إمام، كل الشكر لحضرتك.